الخوت السلام عليكم، هذا محمد البودالي صحافي مهني، كيحييكم وكيرحب بكم كيف العاده في حلقه جديده من برنامج قضايا ساخنه. واش عارفين اخواني اخواتي بان المملكه المغربيه بلادنا العزيزه كتعرض هذه الايام لواحد المؤامره غير مسبوقه، كيخطوا ليها غير تحت الدف وباغي يوجهوا ضربات من تحت الحزام للمملكه المغربيه، والناس المسؤولين على هذه المؤامره هم اوروبيين غربيين كيتواجدوا في البرلمان الاوروبي اللي هي حصر عندنا معاهم علاقات صادقه، يعني الناس اللي غاديين معاهم حنا المغاربه غير بالنيه وما كنستعملوش معاهم نهائيا الدغل والتخوفيش كيف كنقولوا في الدارجه او في الامثال الشعبيه ديالنا. ما كاين غير التعاون البناء والصادق وحسن المعامله والعلاقات اللي باغي نزيدو نقويوها معاهم اكثر فاكثر باش تخدم المصالح ديال بلادنا والمصالح ديالهم حتى هو. ولكن للاسف الشديد هاد الناس ما شفنا منهم في الاونه الاخيره غير القوارب والتحرامية، والان كيف قلت لكم خدامين على واحد المؤامره غير مسبوقه كتستهدف البلاد ديالنا. بكل صدق وموضوعيه كنقول انا العبد الضعيف الى الله من هذا المنبر بان ماشي الغربيين كلهم اللي باغيين الخدمه في بلادنا، كاينه فيهم واحد الشرذيمه قليله بزاف كتخدم اجندات مشبوهه ديال اعداء الوطن، ومنهم هذوك الجيران اللي هوك اللي على بالكم الناس اللي حارقين علينا الفلوس الصحيحه من عائدات النفط والغاز، وماشي غير هما كاينين اطراف وجهات اخرى كلها عندها الحساب مع المغرب، كلها عندها الحساب مع المملكه المغربيه، وكلها باغيه الخدمه في المصالح ديال بلادنا. والمفارقه العجيبه والغريبه وهي ان المغرب هو الدوله الوحيده اللي كتعرض للهجمات باستمرار وكتعرض لواحد المجموعه من المؤامرات من طرف الغربيين. وإلى لاحظتوا فالمغرب بوحده هو اللي دائما مستهدف لا من طرف بعض السياسيين المرتزقه ديالهم المعجورين اللي مخلصين بالدولار او من الاعلام المشبوه المعجور ديالهم حتى هو اللي كيطبل ويغير غير اللي كيدفع اكثر. المهم بلادنا عاقش بهم وعارفه القوارب والتحرميات ديال هاد الناس، والمملكه المغربيه راها ما تسكتش على دقتها نهائيا. كل الضربات اللي كتعرض لها الان المملكه المغربيه كتواجهها بدرع واقي قوي من خلال دعم الشعب المغربي ومن خلال السياسه الحكيمه ديال قاده بلادنا وفي المقدمه ديالهم جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ونصره على اعدائه. لهذا السبب كاينه حلقه اليوم واللي غادي نقدم فيها معلومات مهمه، ومن هذا المنبر كنطالب المواطنين المغاربه كل الاحرار الشرفاء اللي كيحبوا بلادهم وكيحبوا الملك ديالهم باش يبقاو على حذر واستعداد وتاهب لاي مؤامره كتستهدف بلادنا من طرف الغربيين، ويكونوا دائما يد واحده مع جلاله الملك ومع الحكام الشرفاء ديال بلاد. الكل الان خاصو يعيق وفيق بهذه المؤامرات اللي جايه من طرف بعض الاشخاص والجهات والافراد وحتى المنظمات اللي ماجوره من الاعداء ديال الوطن ديالنا. وبهذه المناسبه بغيت نفكركم بانه وقبل ايام قليله فقط من اللي جاء الاسباني جوزيب بوريل الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه والسياسه الامنيه من اللي جا الرباط عندنا هنا للبلاد وتلاقى مع ناصر بوريطه وزير الشؤون الخارجيه والتعاون الدولي. بوريطه استغل الفرصه وتحدث معاه بواحد الطريقه مثيره بزاف. بوريطه قال لهذا المسؤول الاوروبي السامي باننا كنتعاملوا معكم بخير وما شفتوا منا الا حسن النيه وحسن التعامل، ولكن شي وحدين عندكم تما في اوروبا في البرلمان الاوروبي بالضبط وحتى في بعض المحاكم الاوروبيه كيعرضوا بلادنا المملكه المغربيه لواحد المجموعه من التحرشات والاستفزازات والممارسات غير الاخلاقيه بالمره، مؤامرات كتحاك ضد المملكه المغربيه من داخل اوروبا وانتم ساكتين. الاتحاد الاوروبي اللي عندنا معاكم علاقات شراكه هي الاولى من نوعها في القاره. بوريطه قال المسؤول السامي ضيفه الكبير بان بلادنا كتعرض لهذه المؤامرات وبالضبط من جهات قضائيه وسياسيه وحتى اعلاميه، وكلها كتواجد عندكم فوق التراب الاوروبي. واللي عجبني اكثر في التصريح ديال السيد ناصر بوريطه هو انه قال للمسؤول الاوروبي السامي بان المغرب ما غاديش يسكت على هذا الشيء نهائيا، وبان هذا الشيء اللي كيوقع ما كيخوفش المملكه المغربيه العريقه، وبان المغرب سيختار حقه وفي الدفاع عن المشروع عن نفسه كل ما بان ليه بان المصالح ديالو مهدده او بان السمعه ديالو كاينين شي جهات او ناس او اشخاص او افراد او منظمات باغيين يستهدفوها ويسيئوا ليه. قال ليه حنا في المغرب
لحد الآن وما زال ومتشبشين بأن الاتحاد الأوروبي هو شريك أساسي للمغرب، شريك مهم عندنا معه مصالح متبادلة كثيرة ومستمرين في التعامل معه في إطار برنامج رابح رابح. ولكن هذا الاتحاد الأوروبي علاش ساكت على هذه الحملة الممنهجة القضائية والإعلامية والسياسية اللي كتعرض لها البلاد دون ما يتخذ أي موقف ودون ما يقوم بالواجب لتوقيف هذا العبث وهذا التهور؟ اليوم نشرت مقالة مهمة جدا ضمنات واحد المجموعة من المعطيات الخطيرة في الموقع الإلكتروني اللي كنتشرف بالإدارة ديالو، موقع كواليس.com أو موقع كواليس اليوم. المقالة كتقول كما تلاحظون: ما الذي يطرح المقال سؤالا ملغوما مهما يتضمن العديد من الإجابات المفترضة. يقول: ما الذي يريده البرلمان الأوروبي من المملكة المغربية؟ قبل أيام قليلة فقط كما كتبنا وعندما حل جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالمملكة المغربية والتقى بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اشتكى هذا الأخير أي بوريطة للمسؤول الأوروبي السامي من مجموعة من التحرشات والاستفزازات التي يتعرض لها المغرب من داخل أوروبا وبالضبط من جهات قضائية وإعلامية وسياسية على وجه الخصوص. وقد أكد السيد بوريطة لضيفه الكبير أن المغرب سيختار حقه في الدفاع عن نفسه متى ظهر له بأن مصالحه مهددة وبأن الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا للمغرب يجب أن يتدخل لوقف هذا العبث. اليوم الأربعاء، ربما الحلقة تبث اليوم أي الخميس 19، ولكن المقالة نشرت يوم الأربعاء يعني يوم أمس. قلنا يوم الأربعاء يتأكد صدق أقوال وتصريحات السيد ناصر بوريطة بعد اعتماد البرلمان تعديلين اثنين على تقرير عن تنفيذ السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 2022. لكن ومن خلال الاطلاع على التعديلين يتضح بأن هناك مسا واضحا بالمملكة المغربية وبأن هناك نوايا مبيتة وأطراف خبيثة جدا ربما هي التي لعبت وضغطت من أجل استفزاز المملكة المغربية من جديد، لغاية في نفس من يقفون وراء هذه التعديلات التي تستغلها وتروج لها جهات معادية ومناوئة للمغرب ولمصالحه العليا وتقود بسببها حملة استهداف خصوصا الجهات والأطراف التي يزعجها كثيرا الوضع الأخذ في النمو للمملكة المغربية ودورها الهام على أكثر من مستوى وصعيد في المحيطين الإقليمي والدولي. قد تكون بعض التعديلات الأوروبية عادية ويمكن تقبلها، لكن أن يتم استهداف المغرب لوحده دون باقي الدول العربية الأخرى وكذا تلك المتواجدة بشمال أفريقيا، هادو جيراننا لهم رغم أوضاعهم السياسية والاقتصادية السيئة جدا وجعله أي المملكة المغربية استثناء دون نظرائه في الهجوم والتهجم، يطرح أكثر من علامة استفهام ويؤكد وجود تحيز وتحامل كبيرين على المملكة المغربية خلافا للصمت المطبق عن الأوضاع السائدة في بعض الدول الأخرى. ما يقوم به البعض الآن داخل البرلمان الأوروبي هو بدون أدنى شك كما قلنا في المقالة المذكورة بدون أدنى شك مساس باستقلالية الدولة المغربية العريقة وتدخل غير مقبول في شؤونها الداخلية ومحاولة لضرب أو لضربها من تحت الحزام لا يمكن إخفاؤها للمسار الديمقراطي بالمغرب، خصوصا عندما يدشن البرلمان الأوروبي عمليات تأثير غير مقبولة على السلطة القضائية في بلادنا المستقلة طبقا للوثيقة الدستورية، ليكون البرلمان الأوروبي الذي يندد بتدخلات أو بالتدخلات غير المقبولة في السلطة القضائية للدول الأخرى، يكون أي البرلمان الأوروبي هو أول من ينتهك هذه القاعدة ويعطي القدوة السيئة للآخر. أم لي غنشد الاتحاد البرلمان الأوروبي هو كيطالب بعدم التدخل في السلطات القضائية ديال الدول، وهو بنفسه اللي كيتدخل في القرارات والأحكام اللي كتصدرها السلطة القضائية المستقلة في بلادنا. كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. كنتمناكم إخواني الدعم وهذا المحتوى الهادف
باللايك البارطاج والتعليق حتى هو. كنقول لكم اللايك يعني الايجاب، انا اللي اعرف علاش اسيدي باش اليوتيوب يعرف بان هذا الفيديو عليه الطلب بزاف والناس باغيه تستافد من هذا المحتوى، واذا كيخلي الفيديو هاد ديالنا توصل للمزيد من الناس، والتعليق كينشط القناه ويخلي النقاش حول بحال هاد القضايا يتوسع اكثر حول مثل هذه الملفات اللي كنناقشوا في القناه ديالنا. اما البارطاج فكيعني المشاركه، فهذا كيعني انكم ايها المواطن ايتها المواطنه ايها المشاهد ايتها المشاهده كتساهموا معنا من جهتكم في نشر هذا المحتوى الهام وتوصيل الرساله الى من يهمهم الامر. اذا كنت انا صانع محتوى انتم هما المعنيين به والامر كيرجع لكم، ودوركم في المشاركه مهم بزاف. اللايك والتعليق والبارطاج مهمين بزاف لصناع المحتوى الهادف. تحياتي العطيرة لكم جميعا، وإلى قضية أخرى بإذن المولى عز وجل.